السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه أول ليس قبله شيء وآخر ليس بعده شيء وظاهر ليس فوقه شيء وباطن ليس دونه شيء وهو على كل شيء قدير إلا حلقة الله حلقة 41 كفار 41 كفار 41 إلا الخطوة الثانية حق الخطوة الأولى بديل دار الأرقام دي بناس أعلى إلا خطوة اللي هي هيني الهجرة إلى الحبشات النبي صلى الله عليه وسلم الخطوة قال العيد كفواس آية وقل منس أيا وميتة والهجرة كافوتا لمس التابعة إن شاء الله الهجرة إلى الحبشة الخطوة الثانية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أشار إلى المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة بعد أن تأكد أن النجاشي ملك عادل لا يظلم عنده أحد النبي صلى الله عليه وسلم أقول أذا ولا شركين أقول قالها ورأى اللي قال اللي هاموا هاجروا فقروا من أسر قيسوا بدينكم مهاجرين دامنا قيس دامنا قاعد بديروا من أكان بك على كان لسافر على لقيس للهرب بدينه مرادون دي قبي بدينوا اللي هاجرتوا وإلا مهاجرين النبي صلى الله عليه وسلم يسق الحواشة في بيلا بعد أن تأكد أن النجاشي ملك ما ملك عاد لا يظلم عنده أحد النبي صلى الله عليه وسلم تأكد اللي ملك اللي النجاشي ملك عادلته أوري يظلمه عدل بديبو ولا نفر اللي ديبه لأنه كل عادلته وقدام ديبه مقيس ممكن أستفيد وأروح أتوم الحافظه ودينهم الحافظه بلا كالنبي صلى الله عليه وسلم أرحى يوم وأشار اغلوم لهم يوم جيسو صلى الله عليه وسلم وفي رجب سنة خمسة من النبوة في رجب يعني بورح رجب خامسة آه سنة من النبوة النبي صلى الله عليه وسلم هاجر هاجرت أو هاجر أول دفعة من المسلمين أول دفعة إلا في شهر رجب سنة خامسة هاجروا من المسلمين إلى الحبشة أول هجرة سند الله وكانوا 12 رجلاً وأربع نزوة وكم عددهم؟ أسر كلا ناس وأربع ست رئيسهم كان عثمان بن عفان. رئيسهم وأميرهم العلاء عثمان بن عفان الأموي رضي الله عنه ومعه زوجته آه رقية. رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهما أول بيت يهاجر في سبيل الله. اول بيتهم من في سبيل الله بدينهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم آآ آآ عفوا آآ رقيه رقيه زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم حرهد دي بعض ما لكن للرقية على باكو وهما أول بيت هاجر إلى هاجر في سبيل الله بعد ابراهيم ولوط عليهما السلام حق نبي الله ابراهيم وحق سيدنا لوط اول هاجروا المسلمين عثمان بن عفان وزوجته رقيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم توم دير نبي الله ابراهيم وحق لوط هاجروا في سبيل الله النبي عثمان بن عفان ورقيه بنت رسول الله توم عثمان رئيسنا إلى جماعه على والسنه الخامسه من رجب من النبوه الله سحابة عصر قروتنا انتم واربعه سيد ومن فنجيهم بغيه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوجها عثمان بن عفان علو خرج هؤلاء الصحابه سرا في الظلام او في ظلام الليل قاصدين ميناء شعيبه جنوب جده جنوب جده وكان من قدر الله انهم وجدوا سفينتين تجاريتين فركبوهما حتى وصلوا الى الحبشه لالف اجرو يبقى المد اورندير الْيَوْمَ قصدهم يعني ولنيتهم ولا اتجاههم لميناء شعيبه ديب جده اللي اللي علو وربه يعني ان قدر لهم كلاسفين تنحياهم حياهم سكرسفين تجارة لشاقياتها وديبت عنو لهم الصحابة وأبهيني الحبشة شبات طبعا نجباي إلا كباي مسوعته سواعة بيا مباشرة على بوني وقبل يعني أنا ده هنا يعني أول مدرنا لك هذا أول الحجرة حناته انبل وإلا حقته مسوعة أول صحابة من دون عثمان بن عفان ورقيب بن رسول الله لك هذا ولا مدر اللي تاريخ بديبو وقلت تاريخ اللي قاعد تحفز مسلمين دينهم بتاريخهم اللي حافظوا بوم وقل الحفاظ بهم قل من التاريخ آه ربنا فدلي بومتو دي مدروم صحابات قل كيودو وصحابات قل وعثمان آه وعثمان بن عفان ورقية بنت رسول الله قل أما قريش فلما علموا بخروجهم هاجروا وغضبوا وأسرعوا في آثارهم حتى يلقوا عليهم القبض ويردوهم إلى مكة ليواصلوا التنكيل والتعذيب ويصرفوهم عن دين الله لكن المسلمين فاتوهم الى البحر فرجعوا خائبين بعدما وصلوا الى الساحل قريش يعني اخبركم صلى سمعوا لهم عد ولهم جماعات كلهم صحابات عند ناس عندكم عند طبات ابو عند فقروا فقروا سافروا اي غيس هل سال مرة واحد قعد طبو وزع لو وكوي جب أنا بيلو واحد طبتو وبقيت بقيت الشاب قد عند الزوج اللي عن روم جيسو وقلت بقوم كما كان قلب لو سوم نطب طوم وقل عزوبهم وقل إذوهم تأذاهم وتع ت تعذابهم كل أبوهم قل قل دورهم يبقى مقل واسلو ودي ومن ندين النبي صلى الله عليه وسلم مقل صرفهم من ندين قل أوعورهم من ندين قل أبورهم الحد العلو لكن الله سبحانه وتعالى هي آوى السرى للمسلمين قدميهم بدراهم بدرهم كرب حو وطعنوا وباهم جيسوا آه صحابت قل لهم خائبين انتم آه اقبلوا حقوم على ساحل البحر بعد وريت اريد ان حيوم اريد يعني الله سبحانه وتعالى الاول المهاجرين إنهم صحابه اللهم عز نفر دي شهر رجب سنه حمص من نبوه بقيادة عثمان بن عفان عصر كل أناس وأربع سيدات دنتم كم اللي اه ربي حفظ يوم وبسلامة ومرحبا شباب تحو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته